أعلنت هيئة السوق المالية إحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما أنظمة السوق بعد تقديم بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار، والتي تم إدراجها في السوق الموازية نمو إدراجا مباشر. وأوضحت الهيئة أن البيانات المضللة تضمنت معلومات غير دقيقة حول نسبة الملكية العامة المتاحة للجمهور، مشيرة إلى أن إعلان هوية المخالفين سيتم بعد صدور قرارات قطعية بحقهم.